وحسب ذات المصدر فان سيارة من نوع مرسيدس 207 اصطدمت بسيارة صغيرة كان على متنها أربعة ساتذة بعد أن فقد سائقها التحكم فيها بسبب انقطاع الفرامل مما تسبب في هذا الحادث المأساوي ومباشرة بعد شعارها بالحادثة حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي التي شرفت على عملية نقل المصابين لا قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالحسيمة فيما جرى نقل جثة الضحية لا مستودع لمواتي لقي شخص مصرعه وصب ثلاث اخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادثة سير خطيرة وقعت صباح اليوم الثلاثاء 24 ماي نواحي تارجست باقليم الحسيمة وعلمنا من مصدر مطلع ان الحادثه التي وقعت على الطريق الوطنيه رقم اثنان بالمنطقه المسماة وادي السبته نجمت عن اصطدام بين سيارتين مما تسبب في وفاه شخص في عين المكان وصبت ثلاثه اخرين بجروح وصفت بالخطيره